إذا كرة ثابتة بشكل مباشر أول اختبار والهدف. التنين الصيني يصنع في هذه اللحظات من جزيرة لارينيون 1-0 لمصلحة الصينيين. كرة ثابتة جاءت بالجديد من جانب المنتخب الصيني، فاجأت المدافعين مع الحارس سيغوروريس. ونعود نقول دائما فرنسا تتلقى الهدف قبل العودة في النتيجة. حصل مع منتخب كوستاريكا، حصل مع المنتخب التونسي، والآن يحصل مع المنتخب الصيني. هذه كرة الهدف، كرة ثابتة تنفذ بقوة، سوء تقدير من جانب الحارس إيغوروريس، عدم التمركز بشكل جيد منح الفرصة للاعب دينغ زوتشينغ من مباغتة الفرنسيين في الدقيقة 70.